السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد. معكم احمد خلاف من قناة المحترف اكشن. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو ازاي ان انت تقدر تحدث التليفون بتاعك الاندرويد لاحدث نسخة بطريقة سهلة وبسيطة وبدون استخدام اي برامج خارجية. من خلال اعدادات التليفون نفسه هعرفك ازاي ان انت تقدر تحدث التليفون بتاعك لاخر اصدار، عشان تحل مشاكل بطء الهاتف وتحل مشاكل لو عندك فيروسات او حاجة في التليفون. هتلقى الموضوع ده اتحل معاك نهائيا، وكمان لو بطارية التليفون بتخلص معاك بسرعة. التحديثات ديت بتحل لك مشاكل كتيرة قوي في التليفون، وشرحنا هيكون على تليفون او هواتف اوبو، وكمان الشرح ده هينفع معاك على اي نوع تليفون تاني، فتابع معايا عشان تعرف الطريقة. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم من جديد، معكم احمد خلاف. في شرحنا النهاردة هنتعرف، او زي ما احنا ما قلنا في المقدمة، هنعرف مع بعضنا ازاي ان احنا نحدث التليفون بتاعنا لاخر اصدار من خلال اعدادات او الاعدادات الموجودة نفسها في التليفون بدون اي برامج خارجية. هنقدر نحصل على اخر نسخة او اخر اصدار من التليفون. ايه من تحديث التليفون لاخر اصدار؟ تحديث التليفون لاخر اصدار هيشيل لك الفيروسات اللي على الجهاز، هيحل لك مشكلة بطء التليفون. لو بتعاني من مشكلة امتلاء ذاكرة التليفون وبطء التليفون، التحديث او اي تحديث هتعمله للتليفون هيعزز من سرعته ويحل لك كل المشاكل اللي هي بتقابلك في التليفون. وكل اللي انت هتعمله عشان خاطر توصل لي طريقة تحديث التليفون، هتدخل لي اعدادات التليفون، هتستنى شوية لما تفتح معاك واجهة الاعدادات، هتطلع معاك بالطريقة اللي انت شايفها ديت. كل اللي انت هتعمله هتيجي عند حاجة اسمها تحديث البرامج. عند تحديث البرامج ديت اللي انا معلم لك عليها هتبدأ تضغط عليها، بعد كده تظهر معاك الواجهة ديت. تمام، في حالة ان انا كنت موصل بالواي فاي او ان انت كنت موصل بالواي فاي، هيبدأ التحديث ينزل اوتوماتيك. لو انت شغال على الداتا بتاع التليفون هيبدأ يطلب منك تنزيل. فانت في الحالة ديت لو مش ظهر لك كلمة تحديث الان، هتبدأ تضغط على كلمة تنزيل ديت. تمام، بعد كده تظهر لك كلمة تحديث. فاحنا في عندنا خيار فوق اهو اللي انا معلم لك عليه، زي علامة الترس او الاعدادات، هتبدأ تضغط عليها. منها تتأكد ان انت مفعل الخيار اللي هو تحديث طول الليل، منها تقدر تتأكد او لازم تتأكد ان التحديث تلقائي طول الليل ده مفعل عندك، عشان لو في اي تحديث جديد يبدأ يحمله لك على التليفون. بعد كده هتبدأ تضغط على تحديث او تحديث البرامج، هتبدأ تضغط عليها وهتستنى. بعد ما تضغط على تحديث او تحديث البرنامج، هتستنى التليفون هيبدا يعمل تحديث اوتوماتيك لوحده. ولازم تتاكد ان يكون عندك البطاريه بتاع التليفون بتاعك مليانه، يعني فيها اكتر من نص الشحن، عشان خاطر ما يفصلش معاك ويطلب منك ريكفري او يطلب منك يعمل منك سوفت وير وتحتاج للكمبيوتر. لا، عشان تتفادى المشكله ديت لازم تكون بطاريه التليفون ملانه، وهتستنى التليفون يحدث نفسه لوحده وهيبدا يطفي ويشتغل لوحده تاني، وتفرج على التليفون قبل وبعد. وده كان بكل بساطه موضوع حلقتنا النهارده، والسلام عليكم.